يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هل المقصود به يوم القيامة أو هو وقت حشر الناس في أرض المحشر؟ القيامة غير محددة ب50,000 سنة، الدار الآخرة عمرها باقي ودائم مستمر لا حد له، ولكن المراد قيامهم في المحشر على أقدامهم. نعم.